Hello everyone and welcome back to my channel. Hope you're all doing great. This video is for baccalaureate students. أعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي نتمنى تكونوا بأحسن حال. هذا الفيديو راهو لكم وراهو عبارة عن مراجعة شاملة لجميع قواعد اللغة الإنجليزية شعبة علوم تجريبية. نتمنى إن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. If you like this video, please subscribe to my channel plus like plus a comment. ملخص جميع دروس البكالوريا الجزء الأول. الدرس الأول هو الشرط condition. في الشرط هذا عندنا نوعين type 1 and type 2. النوع الأول اللي هو type 1 هو عن future possibilities أو احتمالات مستقبلية، يعني حاجة نحتمل حدوثها في المستقبل، ممكن تصرى ممكن ما تصراش. أدوات هذا النوع من الشرط if، only if، provided that، providing that، as long as، ولا so long as. جميع هذه الأدوات راهم مرادفات لبعضهم والمعنى تاعهم إذا ولا بشرط أن، يقدروا يكونوا في الأول ويقدروا يكونوا في النص. الجملة اللي تكون فيها هاد أداة الشرط نعيطوا لها جملة الشرط، يعني الجملة اللي تبدأ بها هاد الأداة واحدة من الأدوات هادو نقولوا لها جملة الشرط. القاعدة هاد النوع if plus present simple tense، يعني جملة الشرط لازم الفعل تاعها يكون في present simple مضارع بسيط، جملة جواب الشرط الفعل تاعها يكون في future simple نقولوا لها result clause، هي جملة جواب الشرط. future simple هو المستقبل البسيط، القاعدة تاعو تقول will زائد فعل غير مصرف. نروحوا unless ولا if not. unless معناتها إذا لم، unless هي العكس على الأدوات هادو، معناتها إذا لم. عندها نفس القاعدة تاع الشرط هذا، يعني if plus sorry unless plus present simple tense تمدلنا future simple tense. لهنا راح نشوفوا an example، مثال provided that companies act ethically they will prosper، بشرط أن الشركات تعمل أخلاقيا وش يصرى راح تزدهر. So الجملة تاع provided that اللي هي جملة الشرط الفعل تاعها act راهو في present simple tense في المضارع البسيط، جملة جواب الشرط they will prosper الفعل تاعها راهو future simple tense مستقبل بسيط، يعني will plus infinitive. كي نبدل provided that unless، unless companies act ethically they will not prosper، لهنا لاحظوا باللي will حطينا وراها not. لماذا؟ لانه unless المعنى تاعها if not، اذا لم راح يتغير المعنى، راح تولي المعنى تاع الجمله اذا الشركات اذا لم تعمل بشكل اخلاقي ما نقدروش نقولوا ستزدهر، راح نقولوا لن تزدهر. So في if not في unless المعنى راح يتغير، ممكن ندخلوا not في جمله جواب الشرط، يعني ورا ويل نحطو نوت. كونديشن تايب 2 يعني النوع الثاني هو عن imaginary situations in present، يعني حالات متخيله في المضارع، يعني حاجه نتخيلها. القاعده تاعها واش تقول if ولا suppose to plus past simple، يعني الفعل تاع جمله الشرط لازم يكون في الماضي البسيط، يعني الفعل نزيدوا له ايدي. جملة جواب الشرط واش تكون فيها؟ تكون would ماشي will، would زائد فعل غير مصرف. For example if ولا suppose to a comet collided with our planet life on earth would disappear، بمعنى إذا مذنب اصطدم بالأرض الحياة في الأرض ستختفي. لهنا راهي حالة متخيلة، تخيلنا أنه مذنب يصطدم بالأرض، ممكن تحدث ممكن ما تحدثش، يعني متخيلة فقط. الفعل تاع جملة الشرط درنا له past simple tense ماضي بسيط، زدنا له ايدي. الفعل تاع جملة جواب الشرط درنا له would plus verb some، يعني فعل غير مصرف would disappear. الدرس الثاني هو advice النصيحة. النصيحة عندها ثلاث أنواع. النوع الأول اللي هو تاع نخدم نصيحة باستعمال أدوات النصيحة. لهنا كيف القاعدة تاعها؟ subject فاعل زائد واحدة من هذه الأدوات had better، والنفي تاعها had better not، ما نقولوش had not better،
had better not. Should not. Out to ولا out not to ما نقولوش out to not. Out not to. هادو الأدوات معنى تحهم هو يجب عليك، يعني بهنقدم نصيحة. دائما الفعل اللي يكون وراهم يكون غير مصرف يعني استم. نروح للحالة الثانية اللي هي حالة it's high time ولا it's about time، يعني إنه الوقت. وهادو it's high time و it's about time نستعملوهم للتذمر من تأخر حصول شيء ما، يعني ننتقد حاجة، نتذمر على حاجة. راكم تشوفوا في الملاحظة دائما وراهم تكون كاين فاعل، وراهم ورا الفاعل يكون كاين فعل. الفعل هذا يكون في الباست سيمبل يعني في الماضي البسيط، يعني كي تشوفوا اتس هاي تايم ولا اتس اباوت تايم الفعل اللي وراه يكون ماضي بسيط. ولا الحاله الثالثه اللي هي اكسبريشنز اوف ادفايس، يعني نقدر نستعمل نخدم نصيحه باستعمال عبارات النصيحه. فور اكزامبل ات وود بي ادفايسبل اف اي فيل سترونجلي ذات اي سجست اي ريكومند اف اي وير يو or I would. بمعنى يعني من المستحسن أن أحس أن أقترح لو كنت في مكانك. هادو عبارة نستعملهم بها نخدموا النصيحة. For example companies should respect the law. لهنا الفعل اللي ورا should راهو السم غير مصرف respect. It's high time companies respected the law. الفعل اللي ورا it's high time قلنا respected زنالو الإيدي. Example number 3, it would be advisable if companies respect the law. So ستكون من المستحسن إذا الشركات احترموا القانون. الدرس الثالث هو concession التعارض. نقدر نستعمل التعارض بثلاث حالات. الحالة الأولى هي حالة الأدوات، أدوات التعارض. Though, although, even though المعنى تحهم بالرغم من. نستعمل دائما وراهم subject فاعل وراهم فعل ومن بعد فاصلة فاعل ومن بعد فعل. كي نحطهم في الأول نحطه فاصلة. الفاعل زائد الفعل اللي هما اللي وراء الفاصلة راهم عبارة عن نتيجة غير متوقعة. For example, although she eats a lot of junk food, she's not obese. بمعنى بالرغم من أنها تأكل الكثير من الأكل السريع النتيجة وش هي؟ هي غير سمينة. هذه نتيجة غير متوقعة، يعني راح نديروا تعارض بين جملتين، راح نخدموا لهنا عكس بين الجملتين. الحالة الثانية هي حالة however و but و yet. هادو أيضا أدوات، لكن الأدوات تاع however و but و yet لازم يكونوا في النص، يعني نحط فاعل زائد فعل ومن بعد نحط however ولا but ولا yet ومن بعد نحط فاعل زائد فعل اللي هما نتيجة غير متوقعة. For example, she eats a lot of junk food, however, she's not obese. بمعنى تأكل الكثير من الأكل الغير الصحي ولكن هي ليست سمينة. هادو however وباتويات المعنى تحم لكن يكونوا غير في النص. الحالة الثالثة هي حالة in spite of, despite. المعنى تحم أيضا بالرغم. لازم in spite of و despite لازم تكون وراهم جملة اسمية noun phrase. ومن بعد subject plus verb فاعل وفعل يكونوا عبارة عن نتيجة غير متوقعة. For example, in spite of eating a lot of junk food, she's not obese. لهنا ما قلناش eat، قلنا eating. الفعل زدنا له ing باش نحولوه لجملة اسمية، يعني كي تحبوا تحولوا فعل لجملة اسمية نزيدوا له ing. ملاحظة however but yet يكونوا إلا في وسط الجملة وعندهم علامات وقف خاصة لازم نحترموهم. but yet تكون قبلهم فاصلة وما وراهم والو، و however تكون قبلها نقطة وراها فاصلة، لازم نحترموا هاد علامات الوقف. نروح لدرس آخر اللي هما prefixes and suffixes. question كي يمد لكم هاد السؤال اللي طاح في عديد من البكالوريات. Give the opposites of the following words keeping the same roots. مد عكس الكلمات الموالية باستعمال نفس الجذر. لهنا راهو حاب يقول لك استعمل prefixes. وش هما prefixes؟ هما عبارة عن حرفين فما أكثر نستعملوهم في بداية الصفة باه نخدم عكسها. For example regular عكسها irregular. Legal عكسها illegal زدنا لها ill. Moral زدنا لها immoral. Polite impolite. Balanced imbalanced.
وعندنا مجموعة أخرى من البريفيكسز اللي هما this, miss, and, in, the, anti, and, non. الار كي تولي عندكم صفة تبدأ بالار ديما تزيدوا لها البريفيكس er. كي تولي تبدأ بالl ديما تزيدوا لها el. كي تولي تبدأ بالm ديما تزيدوا لها em. بي تاني ديما em. والباقية يعني ما عندهمش قاعدة ثابتة. مهم لازمكم تحفظوا البريفيكسز. suffixes. suffixes هما حروف نزيدوهم في آخر الكلمة به ممكن نخدمو الصفة، ممكن نخدمو adverb حال، ممكن نخدمو اسم نحولوها الاسم. عندنا مجموعة من suffixes for example full, less, itation, ition, ian, ness and al. For example happiness, harmless and so on and so forth. عندنا مجموعة من suffixes نزيدوهم في الاخر تاع الكلمة. لهنا يقدروا يمدوا لكم هذا التمرين الثاني اللي طاح في العديد من البكالوريات، يمدوا لكم مجموعة من الكلمات يقولوا لكم قسموهم into prefix, root and suffix. For example international illness and international inter راهو prefix, nation راهو root والsuffix هي all. illness ill راهي root ما عندهاش prefix هاد الكلمة ونس راهي suffix. harmful تاني ما عندهاش prefix, harm root وفول suffix. لهنا لازمكم تحفظوا البريفيكسز والسافيكسز باه تعرفوا تقسموا. نروحوا للدرس الاخر اللي هو wishes or regret، التمني والتحسر. عندنا لهنا في التمني والتحسر ثلاث حالات: past regret يعني تحسر ماضي، يعني راني نتحسر على حاجه في الماضي. لهنا واش نستعمل؟ فاعل زائد wish ولا if only. if only ماشي only if، only if تاع الشرط بصح، if only راهي تاع التحسر او التمني. plus subject فاعل اخر زائد verb. الفعل لهنا لازم يكون في الباست بيرفكت. واش هو الباست بيرفكت؟ هو عباره على had plus past participle of the verb. had زائد past participle تاع الفعل. for example i regret i didn't join an anti corruption association. ندمت لأني ما انضميتش للجمعية ضد الفساد. يقول لكم يمدوا لكم I wish ويقول لكم كملوا الجملة، يعني الأولى قلبوها ب I wish. نحي regret لأني حطت بلاصتها wish. I didn't join هو قال لك ندمت لأنه ما انضمش، تسمى وش يتمنى؟ يتمنى لكن انضم. مادام عندنا لهنا نيجاتيف راح نحولوها بوزيتيف، يعني راح نحي نوت. ديما كي يمدوا لكم جمله فيها نوت باه نحولها مع وش نحي النوت. نحينا ديد راح نحط هاد، والفعل لهنا باس بارتيسيبل تاع الفيرب جويند. هاد جويند انتي كوربشن اسوسيشن. الحاله الثانيه من التمني هي بريزنت ريغريت، يعني ندم حاضر، ندم في الحاضر، يعني حاجة في الحاضر ندم عليها. قاعدة تحوش تقول subject plus wish ولا if only plus subject plus verb. لكن في هذه الحالة الفعل لازم يكون في past simple. past simple هو عبارة عن فعل زائد ed ولا regular verbs اللي تبدلوا تماما. for example the present anti-corruption laws are not severe. يعني القوانين قوانين ضد الفساد الحاضرة يعني في الوقت الراهن راهم غير متشددة. I wish وش نتمنى؟ يمدوا لكم I wish يقول لكم كملوا. وينو الفاعل؟ The present corruption. ماشي دائما الفاعل اللي ورا wish هو نفسه الفاعل الأول. The present corruption laws لهنا عندنا are not كي تولي الجملة تكون في النيجاتيف مع wish راهي بوزيتيف. نحي not كي تولي بوزيتيف مع wish نزيد not. لهنا are الباست سيمبل تاع are راهي where. future wish الحالة الثالثة اللي هي أمنية مستقبلية. القاعدة حتقول subject plus wish ولا if only plus another subject plus verb. الverb اللي هنا يكون would زائد فعل غير مصرف، يعني حاجة كنولي نتمناها في المستقبل وما زالت ما صراتش وقادرة تصرى، وش ندير؟ ندير الفعل would plus term. would زائد فعل غير مصرف، يعني نحيولو تو ونخليوه كيما راهو. والفاعل اللي قبل wish او مش بالضرورة يكون نفسه الفاعل اللي ورا wish. for example لهنا الحالة الأخيرة I have a strong desire to join an anti-corruption association. لدي رغبة شديدة أني ننضم
الجمعية ضد الفساد لهنا الرغبة هذه ممكن تصرف المستقبل. وش ندير؟ I wish نحي I have a strong desire لأنه عندها نفس المعنى تاع I wish. بدلوها لكم بI wish. I could join an anti-corruption association. لهنا درنا could plus verb stem. Could زائد join. ما درناش would. لماذا؟ عندما يكون الفاعل I أو we نستعمل could في مكان would. كي يكون الفاعل تاعكم I ولا we ما نحطش would. I would. نقولو could. نقولو could. كي يعود الفاعل تاعكم he ولا she ولا it ولا other subjects نستعملو would plus verb stem. والآن ننتقل لدرس آخر which is active and passive voice. الجملة المبنية للمعلوم والجملة المبنية للمجهول. أول حاجة كيفاه نعرف باللي الجملة هذه راهي مبنية للمجهول؟ نعرفها من خلال الفعل. الفعل تاع الجملة المبنية للمجهول يكون مكون من فعلين to be auxiliary to be plus past participle of the verb يعني to be زائد past participle تاع الفعل ويكون دائما وراه by يعني وراء هذا الفعل يكون كاينه باي. For example, government punish corrupt businessman بمعنى الحكومة تعاقب رجال الأعمال الفاسدين. باه نحول هذه الجملة، هذه جملة مبنية للمعلوم عادية فيها فاعل وفعل ومفعول. باه نحولها الجملة مبنية للمجهول، أول حاجة نديرها هو أنه المفعول به نطلعه في بلاصة الفاعل، الفاعل نهبطه في بلاصة المفعول، والفعل اللي كان عبارة عن فعل واحد نكونوا نحولوا الفعلين are اللي هي to be في present simple tense corrupt businessman اللي هنا راهو جمع علاه كنحطوا are كون جات مفرد رانا حطينا is و punish درناه في past participle ولات punished past participle تاع الفعل راهو كيما past simple عندنا فيه irregular verbs يتبدلوا تماما وعندنا فيه regular verbs نزيدوا لهم ايدي وخلاص. حطنا وراء الفعل اللي هنا by لازم نحطه by يعني قبل المفعول به اللي كان في الactive voice فاعل نحطه by. We have another example. Governments are punishing corrupt businessmen يعني الحكومات راهي تعاقب في الرجال الأعمال الفاسدين راهي تعاقب. لهنا الفعل راهو مضارع مستمر عبارة عن R plus verb plus ing. دائما نخدمو نفس الخدمة، المفعول نطلعو في بلاصة الفاعل، الفاعل نهبطو في بلاصة المفعول نحط قبله by، والفعل عاد are being punished. لماذا؟ علاه ولا are being punished؟ ملاحظة الفيرب هذاك تاع الباسيف فويس، الفيرب تاع الباسيف فويس نصرفوه كيف نصرفوه؟ نحطو تو بي لتصرف في نفس زمن الفعل. يعني الا كان الفعل تاعك راهو بريزنت سيمبل تو بي في الباسيف فويس ولي بريزنت سيمبل. لكن تو بي لكن الفعل تاعك راهو بريزنت كونتينيوس تو بي في الباسيف فويس في المبني للمجهول تكون بريزنت كونتينيوس كيما لهنا وي هاف ار بين ار بين. حولنا to be present continuous. لماذا؟ لانه الفعل كي كان في الاكتيف كي كان في الصيغه المبنيه للمعلوم كان عباره عن present continuous so to be تبع الفعل تاعها اللي كان في الاكتيف فويس. passive verbs verb tenses لهنا رانا عندنا تصريف الافعال بالنسبه للفعل المبني للمجهول. present simple في الاكتيف فويس for example my father drives the car. لهنا في الحالة هذه راهي جملة مبنية للمعلوم عادية فيها فاعل وفعل ومفعول. وش ولات؟ ولات the car is driven by my father. علاه درنا is؟ درنا to be و past participle تاع drives ولي driven. علاه درنا is؟ لأنه الفعل في الactive voice كان present simple so نحولو to be في present simple. قلت لكم to be تبع الفعل تاعها تاع الactive voice. Past simple, my father drove the car. The car was driven by my father. درنا was تبعت الفعل كان drove كان past simple. So لهنا درنا to be في past simple ودائما نزيد لها الفعل past participle تاع الverb. My father will drive the car. We have future simple will be driven by my father. The car will be driven. To be حولناها الfuture. My father has driven the car. We have here present perfect.
The car has been driven by my father. حطانا has وحطانا been. Past participle تعبيت ولي been. وhas has been. So been لهنا تبت الفعل تاعها. My father had driven the car. The car had been driven by my father. My father is driving the car. The car is being driven by my father. Being, B-E-N-G. زنا B-E-N-G وحطانا قبلها is. يعني قلبناها present continuous. My father was driving the car. The car was being driven by my father. شوفوا لهنا تاني. كانت past continuous. قلبنا to be في past continuous وزنا لها past participle. My father should drive the car. The car should be driven by my father. Should be. يعني حطانا وراها be. دائما so be. نتصرفها في نفس زمن تصريف الفعل اللي كان في الصيغة المبنية للمعلوم ونزيد لها past participle تاع الverb. نروح للسبب والنتيجة. Cause and effect. Cause. نبدأ بالسبب. Cause عنده أدوات. يعني السبب عنده أدوات. Because و since و as. Plus subject plus verb. بعد فاصلة. Subject plus verb. كي نحطوها في البداية دائما نحطو فاصلة في النص. الجملة اللي وراء أداة السبب نقولو لها جملة السبب. الجملة اللي وراء الأداة هي جملة السبب. الجملة الأخرى اللي ما هيش وراء اللي حرة نقولو لها جملة النتيجة. For example, because counterfeits have a bad quality, they do not last long. لأن المواد المزيفة عندها جودة سيئة. هذا هو السبب. النتيجة they do not last long بمعنى ما يستمرش طويلا. عند حالة أخرى من حالات السبب اللي هما because of, due to, owing to. so لهنا هاد الكلمات زدنا لهم كلمة أخرى ولات ما بقتش because وحدها ولات because of, due to, owing to. عادوا مركبين لازم ديما وراهم هادو في ثلاثة noun phrase. يعني جملة اسمية ما نحطش وراهم فاعل فعل مفعول. نحط وراهم جملة اسمية يعني ما فيهاش خلاص فعل. هذه الجملة الاسمية اسمها جملة السبب. subject plus verb فاعل زائد فعل اللي هي الجملة الثانية جملة النتيجة. For example, because of having a bad quality, counterfeits do not last long. لهنا have الفعل هذاك اللي كان have في الجملة الأولى. كي درنا because of قلبناها having زدنا له الاي ان جي باه نحولها الى جملة اسمية ما يبقاش عندنا كاين فعل خلاص. نروح الايفكت اللي هي النتيجة. النتيجة ايضا عندها مجموعة من الحالات. الحالة الاولى اللي هي حالة so وthat. دائما فاعل زائد فعل زائد so زائد adjective زائد that زائد فاعل زائد فعل. So that هذه بمعنى لدرجة أن. نحط ديما ما بيناتهم adjective. adjective وخلاص. So دائما so that نحط ما بيناتهم adjective. جملة السبب تكون ديما قبل so. نقول لها جملة السبب. واللي وراء that نقول لها جملة النتيجة. For example, counterfeit products are so bad that they don't last long. بمعنى المواد المزيفة راهم so bad. شوفوا اللي هنا حطنا قبل so sorry وراء so حطنا الصفة اللي هي bad وحطنا وراها that. لازم ديما الصفة نحطها نحط قبلها so وراها that. they don't last long هذه جملة النتيجة ما تستمرش طويلا. الحالة الثانية اللي هي حالة such that. فاعل subject plus verb فعل plus such plus adjective plus noun plus that. لهنا such that راهي ماهيش كيما so that. so that نحط ما بيناتهم صفة. such that نحط ما بيناتهم صفة زائد اسم يعني صفة وراها اسم. ونفس العمل subject زائد الverb الأولين هي جملة السبب واللي ورا that راهي جملة النتيجة. For example, counterfeits have such a bad quality that they don't last long. شوفوا لهنا حطنا bad quality ما بين such that ولهنا a هذه a أي لازم ديما تكون لكن عندكم a في الجملة خليوها قبل الصفة تاعها. الحالة الثالثة اللي هي حالة أدوات النتيجة.
لهنا عندنا مجموعة من الأدوات as a result, as a consequence, consequently, therefore, hence, or thus. هادو المعنى تحهم وكنتيجة. هذه هي المعنى تحهم. نحطوا فاعل زائد فعل زائد فاصلة من قوطة. لازم هادو الأدوات النتيجة يكونوا في النص، ما يكونوش في الأول تام، جامي يكونوا في الأول، جامي تلقاهم في الأول، وتكون قبلهم فاصلة من قوطة ووراهم فاصلة. هذه أدوات الوقف لازمكم تحترموها، وراهم فاصلة وراهم subject plus verb. الجملة اللي تكون وراء أداة النتيجة هي جملة النتيجة. دائما الجملة اللي تكون وراء أداة راهي الجملة تاع هذيك الأداة، اللي وراء جملة السبب راهي جملة السبب، اللي وراء جملة النتيجة راهي جملة النتيجة، وراء أداة التعارض راهي جملة تعارض. For example, counterfeit products are of a bad quality. Therefore, لهنا حطنا فاصلة من قوطة قبل therefore وراها فاصلة. They do not last long. ساعات تلقاو نقطة قبل therefore وراها فاصلة. تاني صحيحة. يعني يا فاصلة من قوطة يا نقطة. ملاحظة. So أيضا من روابط النتيجة. So معناتها إذا، راهي أيضا من روابط النتيجة وتكون دائما قبلها فاصلة. سو نحط قبلها فاصلة، ما نحطش قبلها نقطة وراها فاصلة، نحط قبلها فاصلة. هذه علامات الوقف الخاصة بها. نروحوا دوكا للدرس آخر اللي هو Direct and Reported Speech، الخطاب المباشر والخطاب الغير مباشر. نبدأ بهذا الإكزامبل. The internet offers limitless amounts of information. He says الانترنت تقدم مجموعة لا منتهية من المعلومات. هو قال لهنا he says هو قال. نقول له reporting verb. says هذا راهي عبارة عن reporting verb، فعل القول. فعل القول دوك على حسب فعل القول هذا راح نبدل الجملة. he says that. that لازم تنحط وراها that، راح نقلبها خطاب غير مباشر. He says that the internet offers limitless amounts of information. بنحولها من خطاب مباشر لخطاب غير مباشر. نقول he says that the internet. خلينا لهنا ما درنا حتى تغيير، خلينا الفعل، شوفوا لهنا offers خليناه في present simple tense كما راهو. فعل الجملة هذا يتبدل بالفعل القول، لكن فعل القول راهو في present simple كما لهنا راكم تشوفوا he says راهو في present simple. الفعل زمن فعل الجملة ما يتبدلش. لما يكون reporting verb في المضارع البسيط لا نغير زمن فعل الجملة. نروح ل another example. The internet offers limitless amounts of information. He said لهنا فعل القول he said راهو فعل في الماضي البسيط. لهنا راح يصراو تغييرات، يعني الفعل راح يتبدل. He said that دائما he said ونحط وراها that ونكمل الجملة. He said that the internet offered. كانت offers ولات offered. شوفوا لهنا زمن فعل الجملة راهو تبدل عاد في الماضي البسيط. Limitless amounts of information. لما يكون reporting verb فعل القول في الماضي البسيط يتغير زمن فعل الجملة فهي تبدل، لكن زمن فعل الجملة راهو present simple tense يولي في past simple tense، لكن راهو في past simple tense يولي في past perfect. past perfect هو عبارة عن had plus past participle of the verb. لكن راهو في present continuous يولي في past continuous، ولكن راهو في present perfect يولي في past perfect. ثم كيف تحفظوهم هادو؟ احفظوا باللي present يولي past، present simple past simple، past simple past perfect، لانه past perfect راهو عباره عن ماضي تام، الماضي تاع الماضي، الماضي تاع الماضي البسيط. لكن راهو present continuous، present past continuous، present perfect past perfect. يعني منين تلقاو كلمه present قلبوها past، منين تلقاو كلمه present نقلبوها past. وعليها قلت لكم past simple نقلبوها past ثاني. past simple الماضي تاع الماضي البسيط هو نقول له past perfect ماضي تام، هو عبارة عن had plus past participle of the verb. so هادو التغييرات وقت يصراو كي نلقاو فعل القول في الماضي البسيط فقط.
فعل القول في المضارع البسيط ما نبدل والو، ما نبدلوش. نكرحوا لحالات اخرى. انتروغاتيف، انتروغاتيف بمعنى السؤال، يعني كتولي الجملة تاعي في 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 الخطاب المباشر راهي عبارة عن سؤال، كيفاه تتبدل في الخطاب الغير مباشر. عندنا حالة WH question، يعني الأسئلة اللي فيهم WH word، فيهم كلمة فيها WH. For example, why must we spend money on anti-corruption programs? He asked. لهنا عندنا asked راهو فعل في الماضي البسيط. He asked why we had to spend money on anti-corruption programs. نحطو he asked، ما نحطوش that، نحطو why. نبدأ طول بالWH word. Must it ونبدل الفعل والفاعل، يعني كانت must we تولي we had to، يعني ترجع we لبلاصتها، ترجع ورا why we. وmust it تبدل ديما must تولي had to في الخطاب الغير مباشر. Auxiliary questions، يعني الحالات تاع السؤال اللي يبدا بأوكسيليير. For example, do citizens respect the law? She asked. She asked if citizens respected the law. لهنا كتولي عندكم سؤال يبدا بأوكسيليير. For example, do ولا did ولا I don't know was ولا where ولا is، نحطو if، ما نحطوش that ومنحطوش WH word، نحطو if ونكملو الجملة عادي. لهنا الفعل راهو respect في المضارع البسيط، so يولي في الماضي البسيط. علاه؟ لأنه فعل القول راهو في الماضي، يقولنا بلي الفعل يتبدل. نروحو لحالة imperative اللي هي حالة الأمر، كي تولي جملة معقول القول، يعني جملة الخطاب المباشر في أمر، كيفاه نبدل كيف نحولها لجملة خطاب غير مباشر. For example, respect children's rights and don't exploit them. Authorities advise manufacturers. بمعنى احترم حقوق الأطفال وما تستغلوهمش، احترموا حقوق الأطفال وما تستغلوهمش. Authorities بمعنى السلطات نصحت أصحاب المصانع. Manufacturers بمعنى أصحاب المصانع. Advise اللي هو فعل القول راهو في الماضي البسيط، يعني الفعل تاع مقول القول، يعني فعل الجملة راح يتبدل. فتولي authorities advised manufacturers to respect children's rights and not to exploit them. ما بدلناش هنايا الفعل، لماذا؟ لأنه رجعناه infinitive دائما في الأمر، نحط قبله to، to respect، to respect. والفعل اللي هنا don't exploit راهو نيجاتيف، ولات not to exploit، نحط not وحدها ونحط الفعل في الانفينيتيف to exploit، فعل يولي ديما انفينيتيف، يعني الفعل في الامر راهو يولي انفينيتيف في الخطاب الغير مباشر. عندنا ثاني بعض اللي هنا تغيرات يصراو في محددات المكان. This تولي that، لكن عندكم this في الخطاب الغير الخطاب المباشر تولي that في الخطاب الغير مباشر. These تولي those، here تولي there. هذه مجموعة من place markers. أيضا عندنا models، المودلز الثانية تبدلوا. Shall تولي should، can تولي could، may تولي might، have to has to تولي had to، و must كما شفناها في الجملة تاع قبيل must تولي had to. لهنا لاحظوا باللي هادو المودلز راهم تحولوا كامل للماضي، تسمى الخطاب المباشر والغير مباشر. لكان عندكم جملة في الخطاب المباشر في المضارع راهي في الخطاب الغير مباشر تولي في الماضي، تولي في الماضي. كما هنا شول تولي شود، تولي ماضي. كان تولي كود، تولي ماضي. ماي تولي مايت، ماضي. هاف تو هاز تو تولي هاد تو، وماست تولي هاد تو. ايضا عندنا مجموعه من تايم ماركرز بمعنى مؤشرات الزمن ثاني تبدلوا. توداي تولي ذات داي، توداي بمعنى اليوم تولي ذات داي. ناو تولي ذان، تومورو تولي ذا فولوين داي ولا ذا داي افتر في زوج صحاح.
next week ولا next month ولا next year تولي the week ولا the month ولا the year after yesterday تولي the previous day ولا the day before and last week تولي the week before و ago تولي before. That's all. لهنا رانا وصلنا لختام هذا الفيديو. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المراجعة. Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe to my channel. Plus like, plus a comment for more educational videos. See you in another video, inshallah.